المرحلة الثانية من كبس الزيتون رح نحتاج ليمون، رح أحط 4 حبات، ورح أحتاج فلفل. طبعا هو الفلفل كميته شوي كتيرة بس أنا بحب الفلفل، فرح أحط فلفل أحمر وفلفل أخضر. أوكي. إذا ما عندكم اللي بتبرد السكاكين بأي إشي مثل هيك، هذه أمي الله يرحمها كانت تقول لي يما مضي السكينة بصحن القهوة. ماضية. أوكي رح أحطهم بجاط أزاز عشان تشوفوا المكونات. هلأ بقطع الليمون. واو 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 قدي صارت ماضية يا جماعة، خطيرة. اللي حجمه شوي وسط هذا الزيتون بعد نقع يومين وكنت أغير مرة باليوم عليه. تمام، رح نحط عليهم يعني معلقة هيك تقريبا مسطحة من الكركم، معلقة صغيرة بس عشان اللون. اوكي بس بكفي، هذول ما رح احطهم. زيت زيتون مقدار فنجان الا ربع صغير، فنجان قهوة الا ربع العادي الصغار. اوكي، وعصير ليمونتين بخلطهم مع بعض كلهم. انا جهزت مرتبان وعقمته وهلا بدي احط الزيتون فيه وكل الخلطه هاي، وبعد هيك رح نعمل المحلول الملحي اللي رح نديره فوق الزيتون عشان يتخلل فيه. يا رب يا جماعه ادعوا معي الله يفرج على اهلنا في فلسطين يا رب. الليمون والزيت اللي حطيته اول شيء مع خلطه الزيتون رح اديرهم طبعا فوق الزيتون. لازم تجيبوا الملح البحري الخشن، تمام، هذا اللي بيزبط معكم اكثر شيء، ومعيار المحلول الملحي لكل كوب مي الحجم العادي الطبيعي، كل كوب معلقة طعام من الملح الخشن، هذا معياره. أنا حطيت 7 أكواب فرح أحط 7 معالق طعام. خليني أفرجيكم، 1 2 3 هي 7. وهلأ بندوبهم كتير منيح قبل ما نحطهم على الزيتون. أكد إن الملح داب تماما، ترى بياخد وقت ليدوب بس عادي. طلع عندي شوية زيتون حطيتهم بهذا المرتبان الصغير. بتعملوا اختبار البيضة بحيث إنه إذا حطينا البيضة وطلعت هيك خلص كمية الملح كويسة. وهلأ بدير المي والملح فوق الزيتون طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت أسمي كمان هيك ممتاز. هلأ يا جماعة بنسكر عليهم منيح ونحطهم بخزانة المطبخ وبننطر عليهم أسبوعين، بنشيك عليهم بعد أول أسبوعين بنشوف إذا قدرنا ناكلهم صحتين وعافية، ما قدرنا ارجعوا اتركوهم كمان أسبوع وارجعوا شيكوا. هم حدهم ليستوي ويصيروا تمام شهر، بعد الشهر يعني على الأكيد بتاكلوهم وصحتين وألف هلا. والزيتون اللي حطيته فوق زيت الزيتون اللي حطيته فوق الزيتون طلع على الوجه وعمل طبقة، هون أنا بضمن إنه الزيتون إن شاء الله ما رح يعفن من الوجه. وصحتين وألف هنا، وبس يخلص رح أفرجيكم إياه. باي.